السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. فوسط الأخبار ديال هاد الأحداث والنزاعات والأزمات المتسارعة اللي تعرفها العالم وعلى رأسهم الحرب الروسية الأوكرانية، خبر مفرح دار دورة كونية وتسارع لقاع وكالات الأنباء العالمية، وهذا الخبر الحدث كان المصدر دياله هو المغرب. المغرب بلد الصالحين والشرفة اللي ديما تجري في الخير بلا ما كيتسنى المقابل، ديما داير النية وبها منصور ورابح. كما تبعتوا في الأيام القليلة الماضية، الفرقاء الليبيين قدروا يلقوا حل ومخرج للأزمة اللي كانت مشتتاهم، وقدروا يخرجوا بآلية توافقية تغلبت فيها المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، واتفقوا أخيرا على القوانين المنظمة لانتخابات رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، وهذه هي أهم وأصعب خطوة في طريق بناء ليبيا ديمقراطية وموحدة باش يخرجوا من هذه الفترة الانتقالية ديال والو ويبدأوا على أساس صحيح. هذا الاتفاق اللي كان ثمرة مجهود أسطوري قامت به الدبلوماسية المغربية بعد ما وفرت الأرضية والمناخ وخلاتهم يتفاوضوا بيناتهم بكل واقعية وبلا تليفونات ديال التدخلات الأجنبية. المغرب بكل رجولة صرح خيوطة ليبيا اللي كانت كبة مخبلة من منطلق الواقعية، هذا في الوقت اللي دول أخرى صيفطت مقاتلين وأسلحة تقتلوا فيها غير الليبيين وزاد طولات الحرب الأهلية. بعد جوج سيمانات ديال المفاوضات والنقاشات المعمقة غيتفقوا في الأخر باش يديروا الانتخابات في آخر السنة. غير تعلن خبر هذا الاتفاق غينتشر فيرال بين تمثيليات الدبلوماسية العالمية ووكالة الأنباء الدولية، كل شيء تبارك المغرب بهذا الإنجاز، وأولهم الأمم المتحدة للمتحدث العام بسميتها دار مؤتمر صحفي وهنأ المغرب بهذا الإنجاز الكبير وقطع الطريق على أي محاولة الركوب على هذا الحدث ولا استنساخ التجربة، خصوصا من أوروبا من فرنسا ولا ألمانيا ومعهم حتى تركيا. تهاني والإشادة كانت بمستوى الحدث وصعوبة المهمة، داكشي علاش غتقاطر على المغرب برقيات من كاع رؤساء الهيئات الإقليمية والدولية من الاتحاد الإفريقي للجامعة العربية للمجلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبي للمؤتمر الإسلامي، كل شي تبارك ويهني المغرب. ما كايناش شي وسيلة إعلامية مهتمة بالشؤون السياسية الدولية ما جبدتش المغرب وهضرت على المجهود اللي دار في هذا التوافق، وغادي نعطيكم مثال خفيف ظريف ماشي من إفريقيا ولا حتى أوروبا بل من أمريكا الجنوبية من جريدة أرجنتينية، واللي قالت حرفيا لطالما قام المغرب بقيادة محمد السادس بمجهود كبير من خلال توجه واضح تمثل في إعطاء الأولوية للسلام والتفاهم بين الليبيين دون إحداث خلافات إيديولوجية، مع منح الأفضلية لقاع هذه الخطوات اللي من شأنها تساهم في تعزيز الوحدة والاندماج الاقتصادي للدول المغاربية. وهذه المبادرة ذات البعد الدولي اللي قام بها المغرب تخلي المملكة المغربية في طليعة البلدان المؤثرة على صعيد القارة الإفريقية، وقس على ذلك كاع الصحافة الدولية راه مشات على نفس منوال هذا المقال اللي كله تمجيد وتكبير بالمغرب. المغرب بالحل ديالو لهذا المشكل تبت للعالم انه هو الاخ الاكبر وفي نفس الوقت بات هذه المنطقة دافع عليها بكل رجولة وخلى الحل اللي يخرج من هذه المنطقة بلا ما يجي من اوروبا ولا بلاصة اخرى. المهم كلشي فرحان حيت تحل هذا المشكل، الا كبرانات الجزائر اللي نزل عليهم هذا الخبر بحال الصاعقه خلاهم يطفيو الضو وينعسوا بلا عشاء مغبنين بعد ما شافوا كاع بلاناتهم فشلات من حمله التشويش على المفاوضات بقصه الاجتماع السري اللي عاقوا به في تل ابيب، ومساكن كاع ما عاقوا كيفاش هربت لهم المخابرات الفرنسيه هذيك الصحفيه المعلومه، كبرانات عجازه مجموعين تخربقوا ويزربقوا صيدوا الرخا ولقاو الغفله مع ابو صبع دايرين فيه ما بغاو لدرجة أنهم تصوروا ليه هذاك المقعد الغير الدائم في الأمم المتحدة إنجاز. شحال هذه قبل ما يدخل الروتين اليومي ديال الغرب في المواقع كان في الواقع كاينين محلات كتدخل تنشط وشي حدا كتطلع فوق الطبلة وكيجيها الصهد وكتبقى تنقص من حوايجها شوية بشوية، ومع كل بياسة تحيدات كيعلقوا ليها الدولار، وهذا الشي اللي ولا دابا في الافتراضي غير بلاص الدولار كيتصيفط ليها النجوم اللي كتشري، وراه هادشي اللي غيطرى للكبرانات دابا بهذا القالب اللي داروا ليها في الامم المتحده. راه خاصك تكون دوله عابطه بلا عقل
باش ترشح راسك لهذاك الكرسي اللي ترشحوا ليه بوحدهم بلا منافس في وسط هاد الظروف الجيوسياسيه. قيدوها تقييدات القرقارات، وهذاك اللي فتا ليهم يصيفطوا بن بطوشي باش يقطع الطريق هو اللي قال لهم ترشحوا ما يحيدهاش الطبيب. وباش نقربكم من هاد اللعب غنعاود لكم على واحد التسريب من تسريبات ويكيليكس ديال الصحراء، واللي تيقول ان الجزائر تعرضت لاكبر عمليه احتيال من طرف صحابها لا اللي في الغرب ولا اللي في الشرق، هما اللي دفعوا الترشح، بل حتى ان فرنسا دعمتها بمقابل ترجع للحضن ديالها بحال الا كاع ما طرا والو، وداكشي اللي طرا ومشات كتجري تعنك. المهم بعد كاع هاد الهلاله وهاد الدعم، ورغم انها كانت المرشحه الوحيده بلا منافس في المنطقه، حصلت غير على 184 من اصل 191. سيراليون اللي مكاتب تمثيليات بوزبال اكثر منها، ورغم ان الكبرانات تخدموا بجوج سفارات في كل دوله ديالهم وديال بوزبال، الا ان سيراليون اللي غير قال ليها المغرب ترشحي بلا ما قدمت الطلب وانا موراك، جابت اكثر من الجزائر ب 188 صوت. المهم تسريب تيقول ان امريكان مولات الامم المتحده عيطت على الجزائر، وبعد ما جبدات ليها ودنيها قالت لها الا بغيتي تحصلي على النصاب القانوني بلا ما نديرو لك الشوهه غتلتزمي بعدم التصويت لروسيا ومعارضه اي مشروع ادانه ليها في الحرب ديالها مع اوكرانيا. وقالت ليها باش تبتي لينا حسن النوايا ديالك ونديرو لك دفيعه غتبتي لينا حسن النوايا ديالك، وغترفضي طلب موسكو اللي طلبت منك باش ترجعي السلاح ديالها. مني روسيا كتبيع السلاح للحلفاء ديالها الكبار بحال الجزائر، كدير ليهم شرط هو ان هذاك السلاح ملك الوزارة الدفاع الروسية، تقدر ترجعو الى احتاجاتو وتعاود تردو ليهم من تقضي به الغرض. ارانا سيدي روسيا حصلت في مستنقع اوكرانيا، وخا المصانع ديالها تصنع السلاح بالليل والنهار ما غاداش تقدر تعوض المخسور اللي طلع غير اشاعة وما كانش صح. المهم موسكو طلبت من الجزائر باش ترجع ليها سلاحها، وحطت صبعها على هذاك الشرط، وحطت معها الكبرانات فورطة. وباش يخرجوا الكبرانات من هاد الحصله غيقولوا لهم انهم حتى هما على ابواب الحرب، وغيحركوا فيالق عسكريه حدا الحدود المغربيه باش يشوف السفير هاد الشيء ويبلغ موسكو ان الوضع متازم والحرب تقدر تبدا في اي لحظه. وهكذا الجزائر وافقت وفات بالشرط الامريكي، وحصلت على دعم المعسكر الغربي قيدوها تحصل على هذاك المقعد اللي كل شيء هارب منه في هاد الظروف. المهم امريكان مباشرة صيفطات مبعوث للرباط كتقول ليه واحد جوج ثلاثة وشنو طرا، وكاع هذيك المسرحية ديال شنقريحة اللي تورط فيها مع روسيا، وأولى بركات وكوارث هاد الكرسي بانت باقي كاع ما جلسوا عليه. دابا راهما في موقف لا يحسد عليه، خصوصا أن قوالب المغرب أسطورية وحسيمسي. اللوبي ديالو قدر يحط عمر هلال في منصب رئيس الجمعية العامة ديال الأمم المتحدة، يعني غادي يراقبهم وكاع هادوك التقارير اللي غادي يكتبوا الكبرانات من مجلس الامن للجمعيه العامه غدوز لمكتب عمر وغادي يقراها وارى برا. ولا مقارنه بين هاد المنصب ديال الهلال اللي كتكون عليه الحرب العالميه، وبين واحد مرشح بدون منافس وكان غادي يخسر كون ما حناش الراس وقدم تنازلات غياكل فيها العصا. وماشي غير غياكلوا العصا، بل غيتشوهوا قدام العالم بانهم دولة غادرة كتغدر بالحلفاء ديالها كما داروا مع روسيا، غير قولوا شكون غادي يثق بهم من بعد. المغرب رغم الحصول ديالو على هذا المنصب الاستراتيجي ما دار لا ضجيج لا فضح الدنيا، ديما خدام بالدق والسكات. الخدمة النقية ديالو كتخلي العالم يهضر عليه، وتبقاو فيا الكبرانات تدفعوا الغالي والنفيس مدورين هالستوديوهات تهضروا على ريوسهم بحال الحماق. حنا وحنا وحنا محولين بلادهم المزيج بين حبس كبير بلا سقف وبويا عمر بلا سناسل. خلات المواطن المغلوب على امره مسجون مخربقين ليه الفيزيبلات باش ما يخدمش عقله ويكتشف ان كبرانات وقلبوه وبيعوه الوهم بعد ما خسروا كاع فلوسهم في قضيه خاسره، وها هما حلو فيها. وها هو بن بطوش اللي عيا ما يلحس الكابا والصباط ديال الرئيس النيجيري الجديد من يربح الانتخابات، هو مشى باش يحضر حفل التنصيب وقالوا ليه علاش جاي ما تعاودش ديرها. تحد ما استقبلوه في المطار وخلاوه منشور كيتشمش في زياره بطعم الاهانه، وما عطاه الرئيس الجديد حتى فرصه باش يتصور حداه باش تنشرها وتفرح بها وكاله الابواق الجزائريه، حيت الرئيس النيجيري السابق البخاري صدق مريقل وكتب رساله لصاحبه الرئيس الجديد اللي معاه في نفس الحزب وقال ليه حضر راسك من بن بطوش. هذاك راه غير هبيل،
تقطع الالاف ديال الكيلومترات وتلوث الجو بالكيروزين وتخسر زبابة الفلوس ديال الجزائريين باش يضرب تصويرة تألف عليها وكالة الأنباء الجزائرية حكايات وقصص. وحنا في نيجيريا ما ناقصينش قصص مع المغرب صاحبنا وحبيبنا. داكشي علاش صدر عليا ابو زبال وما تخليش يدخل الدار ينجسها. وداكشي اللي طرا صدروه ورجع بإهانة، كل ما مشاش كان غيكون حسن. وهذا الرئيس الجديد سيوا غوبولا أحمد راه المثل الأعلى ديالو هو المغرب، هو علاش بنا الحملة الانتخابية ديالو وبغى يرد نيجيريا بحالنا أمولاي الصديق. النية ديما كتربح، وسوء المصير هو نهاية صحاب الشر واللي باينة طريقهم، وها هما بداو تحفروا ليها وتغرقوا الحفرة باش تكون بحجم الدولة القارة. المغرب ديما يدو ممدودة وتسعى في الخير وما تيديروش بمقابل، تيديرو من منطلق الرجولة وكبير المنطقة، بحال شي أب أو أخ كبير وخاول دولة خو صغير، شفار وقمار وسكايري وداخل وخارج الحباسات. واخا ديما جابد ليه المشاكل راه ما تيدوزوش. وكلنا عارفين أن المغرب ساعد الجزائر باش تفك من فرنسا، ومباشرة بعد الاستقلال ولاو أكبر عصافر ويتنا أما كون قلعنا شحال هادي. ونفس الشيء في تونس، محمد السادس في عز الأزمة ديالهم مشى كيدور في بلادهم بلا حراسة، تصوروا دارت كاع العالم إشهار مجاني ديال الأمن والأمان في تونس المنكوبة، زائد صيفط ليهم مستشفيات بأطباء أو أدوياتها في عز كورونا بعد ما قلب عليهم كل شيء وجهه. وفي الأخر جابوا بن بطوش وداروا ليه استقبال رئاسي أمولاي الصديق. في الحقيقة نيجيريا راح حسن لنا من هاد القوم الغدار اللي حدانا، وهي سوق كبيرة غدو فيها سلعتنا، وهذا كان هو البلان ديال المغرب، مشى فيه دقة دقة ونجح يربط الاقتصاد النيجيري بالاقتصاد المغربي بمؤسسات وهياكل عبر رؤوس الأموال، وولات الفلاحة النيجيرية تحت رحمة إنتاج الأسمدة المغربية. وهاد الهدرة نشرتها غير هاد السيمانة جريدة أتالايار الإسبانية اللي دارت مكبرة على الشوهة اللي تعرض ليها بن بطوش بعد ما خلاوش يقرب للرئيس النيجيري الجديد. المهم من الافضل يبقاو هاد القوم في المشاكل ديالهم، ونهار يوصلوا لسطاج العراق ولا سوريا ولا ليبيا سابقا، وهاد الشيء راه غادي يطرى في الجزائر عاجلا ام اجلا. المغرب انا داك هو الوحيد اللي غادي يكون قادر يحل لهم هاد المشكل كما دار مع ليبيا. الكبرانات صافي ما بقاوش قادرين يخبيو الشمس بالغربال، وكثروا عليهم الفيديوهات ديال الجزائريين اللي تيجيو سياحه للمغرب، واول حاجه تيديروها ملي تيحطوا رجليهم في ارضه انهم تيديروا فيديوهات تيبداو عليهم بالسبان وبالمقارنه اللي كتحمقهم، وهما سادين البر والبحر والجو باش ما يشوفوش بعينيهم. وانا كنتحدى شي دوله عربيه تورينا بلادها بلا عقده بحال هادشي ديال مناظر الطرقات والزناقي اللي تنديروا في هاد القناه، خصوصا في شمال افريقيا من مصر حتى الجزائر، حيت غيكتشفوا انهم راه مازال رطار بزاف واننا كنا عاطينهم قيمه اكبر منهم. وجا الوقت باش كل واحد يعرف القيمة ديالو. قبل ما نسالي غنعاود لكم على واحد الديكور باش تفهموا واحد القضية دايرة علامة استفهام في العالم، ألا وهي قضية الصفوفة في الجزائر. هاد المقال صيفطو ليا واحد الصديق مشكور وتيقول تبون في واحد المقابلة تلفزيونية جاوب من يسولوه على انتشار طوابير المعيشة في الجزائر، وقال ليهم أنه غادي يخدم على باش يكون في كل حي صيدلية ومحل خاص بالحليب ومحل ديال التجارة ديال المواد الغذائية من الزيت والسميد والطحين والسكر وغيره. تبون قال في حي واحد ماشي في الزنقة. كاتب هذا المقال جزائري بغى يجي للمغرب لكن ما قادرش يسافر، عنده صاحبه مغربي وطلب منه باش يوصف ليه الحي اللي ساكن فيه، وغادي تصدم لدرجة انه كتب على هذاك الوصف مقال. هذا المقال هو عبارة على الرسالة ديال صاحبه المغربي تيقول انا تنسكن في حي الشعبي في كازا، وبحال وبحال كاع الاحياء في المغرب، في كاع المساكن فيها طابق ارضي فيها محلات الاستغلال التجاري في غالب الاحيان. في البلاصه اللي ساكن فيها فيها بزاف ديال المحلات من النجاره للالومنيوم للميكانيك للجزاره للمخبزات اللي الثمن ديال الخبز موحد وفيه كاع الانواع ديال الخبز والحلويات والكرواسات، هاللي معمر باللوز هاللي معمر بالعسل هاللي بالكوفيتير وعجب خور. وفي كل القنت كاين جامع، فين ما مشيتي كتلقى سناك وريستورات كلهم عامرين والرواج داير، وكل حي صغير راه فيه السوق الخاص ديالو به،
حتى هو كتلقى فيه الخضاره والقزاره وصحاب الحلويات وكل شيء متوفر من خضره وفواكه وغيره، والعرض تيفوق الطلب لدرجه انك تقدر تمشي في العشيه تقدر تجمع غير هذيك الخضره الشايطه او تاخذها بنص الثمن. اما الحوانت فحدث ولا حرج، راه في كل زنقه كاينه امه ديال الحوانت، دخلوا صحابها كاع في نظام العائله، تقدر تخلي عندهم السوارت او يعطيو لولادك داكشي اللي باغي انت تجي وتخلص على خاطرك. وعندنا حوانت اخرى سميتهم المحلابات، تيكون فيها اللبن والاعاصير خصوصا عصير زعزع المرعب، وديما حداه كاينه مراك طيب الحرشه والملاوي طياب ديال الدار. في كل حي كاينين بزاف ديال الحمامات وبزاف ديال الفرارن وبزاف ديال لاصالات كتحير تختار، بلا ما نهضروا على عيادات ديال الاطباء من ديال العينين للسنان غير هنا فين ساكن ولا كثر من المحلابات. في الحي اللي فيه كاينين ثلاثه ديال الخياطه تيصابوا التكاست والجلالب، وجوج ديال الخرازه تيصلحوا الصبابط، وواحد فيهم تيصنع الصنادل والبلاغي، وكاين واحد المحل تيصاوب الجليج البلدي النهار كامل هو تيقطع فهذوك الطروفه بهذيك المطرقه الماضيه. وفين ما كندوز كنلقاهم خرجين شي زواقه كبيره حاطينها برا. في الحي ديالنا فيه مكاتب ديال المحاميين وموثق ومكتب ديال المحاسبه، تيقول هذا الكاتب الجزائري: مني قريت هذه الرساله ديال الصديق المغربي دفعني الفضول اكثر من اي وقت مضى باش نزور المغرب، اللي تعاود لينا الاعلام ديالنا عليه انه عايش في عصر الظلمات لدرجه اننا كنا كنعتقدوا ان ما عندهمش الضوء وحتى البوطه. داكشي علاش ما تصدموش وما تفاجئوش من يسولك شي مواطن جزائري واش عندك مثلا البوطه. معليش انتوما عندكم الغاز عندكم الغاز عصافير تزقزق هذيك، اسمح لي الغاز موجود والله، الا عندنا الغاز الا موجود حق الله العلي العظيم. انتي راه بلا عندكم الغاز خلي بلاتي نوريك بوطه غاز. الا وريتك بوطه غاز دابا ديال الكلب كنديرها غير الكلب. وحق الله الا هادو كونسوماسيون غير ديال الدار، لكن دابا هادوك البطاطي السنين شوف يا يا بوطا شوف شوف هادي صغيره شتيها هي مازال ما بتقولش شنو ديالها. هاتاني شتيها هاتاني شتيها هرب شتيها شوف غير دار عادية هادي صاحبي الغاز راه موجود اصاحبي في المغرب واش نتحمق. ماروكوس تي كيرو تانتو بوم 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 ماروكوس تيرا بونيتا بوم 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 donde el sol siempre te agita bom 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 y su gente es muy bonita yo voy a Tanger me voy a Agadir Rabat su capital Marrakech qué linda es Casablanca para gozar Ustaranar yo te canto con mucho amor Fesimenes Les imperial, oye Búznica, Búznica también bonita y pequeñita. En Tetuán yo me voy a caminar. La Yuntan tan y Merzuga y el Sahara es de Marruecos. ¿Cómo? El Sahara es de Marruecos. El Sahara es de Marruecos. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي.